معنا هلا تقرير من زميلنا أحمد حرب من قطاع غزة، وعنوان التقرير أو موضوعه مكتبة متنقلة في قطاع غزة، وهذه المكتبة تتيح أو توفر الفرص لآلاف الأطفال للقراءة والمطالعة في مبادرة تشرف عليها مركز القطان للطفل، حيث تسعى من وراء ذلك تفعيل القراءة لدى الأطفال وجعلهم مثقفين في المستقبل. المزيد في هذا التقرير مع زميلنا أحمد حرب. بهمة ونشاط تستعد فرقة المكتبة المتنقلة لتكون بعد لحظات مع الأطفال لتغرز فيهم حب القراءة. الفرقة تسعى من وراء ذلك لجعل أمة اقرأ لتعود لتقرأ. منذ إشراقة شمس الصباح يستعد فريق المكتبة المتنقلة التابع لمركز القطان للطفل في قطاع غزة للانطلاق نحو منطقة جديدة لنشر ثقافة القراءة، فهم يسعون من خلالها اختصار المسافات بين القارئ الصغير والكتاب، خاصة في المدارس والمناطق المهمشة. يهدف مشروع باص المكتبة المتنقلة إلى توسيع الأفاق الثقافية والفنية والإبداعية لدى الأطفال من خلال تعزيز عادة حب القراءة، حيث يتجول باص المكتبة المتنقلة في جميع محافظات قطاع غزة وصولاً إلى الأطفال في المناطق المهمشة والنائية والمحرومة من الخدمات، محملاً بمجموعة من الكتب والقصص الشيقة والممتعة والمتنوعة، ويصحبه مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية التي تنفذ لدى الأطفال. كما يهدف من وراء هذه المكتبة المتنقلة التي تحمل بداخلها أكثر من 1500 كتاب إلى غرز حب القراءة في عقول الأطفال بطريقة سهلة ومبتكرة دون الحاجة إلى أماكن متخصصة يذهبون إليها. إحنا بنحب المكتبة المتنقلة عشان بتعلمنا قراءة القصص وبتعلمنا القراءة وبتعلمنا الثقافة العالية، ونتمنى إنه دايما تضل معانا. إحنا لما نكبر بنحب نكون ثقافيين عشان نخدم فلسطين. أنا لما إجوا حبيتهم عشان بيقرؤونا وحبيت القراءة أنا. فقبل البدء بتدريبات القراءة يعمل الفريق على تعليم الأطفال بعض المهارات والأنشطة التي تساعدهم على التفكير بشكل إبداعي. فالمكتبة تضم العديد من الكتب المتنوعة التي تناسب أعمارهم المختلفة. أحمد حرب، الفلسطينية، قطاع غزة.